أهل عجلون، ورح نرجع لك إن شاء الله بإطلالة جديدة من عجلون الجميلة المرتفعة. وواضح إنه بلش الدنيا شوي تصير برد بعجلون، كلكم هيك لابسين جاكيتات مدافين حالكم. يعطيكم ألف عافية، تحياتنا لعجلون الجميلة. في هذه الفقرة رح نحكي عن جهد جديد يضاف إلى الجهود اللي بتبذلها الهيئة الملكية للأفلام. نعرف منذ تأسست هذه الهيئة هي عم تأخذ على عاتقها موضوع صناعة الأفلام وتشجيع صناعة الأفلام، سواء بالدعم اللوجستي أو يعني بإضافة الوعي والمعارف التي تتعلق بصناعة الأفلام. هذا الصباح بسرنا أن يكون معنا عريبة زعيتر، وهي مديرة التدريب الإقليمي في الهيئة الملكية للأفلام. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا عريب. صباح النور، أهلا فيك. اسمك حلو وغريب. أهلا وسهلا فيك. اليوم أنت موجودة حتى تحكي لنا عن ورشة عمل اسمها محترف الشرق المتوسط للأفلام. هاي موجهة لصانعي الأفلام اللي عندهم أفلام روائية وبيشترك فيها عدد كبير من المدربين. ياريت لو تحكي لنا فكرة مبدئية عن هذا الموضوع. شكرا لك أول إشي. صباح النور. بداية بحب بس شوي ألقي الضوء على الهيئة الملكية للأفلام وغاياتها. هلأ أهم غايات الهيئة الملكية للأفلام هي نشر الوعي الثقافي بالنسبة للسينما طبعاً. وصناعة الأفلام بالأردن. إحنا بنحاول بسبب قصر الدعم المادي لصناعة الأفلام بالأردن تحديدا، بنحاول نعوض عنه ببرامج ثقافية، من تدريب، من عروض أفلام. طبعا عروضنا الأفلام دائما بتكون مجانية، فمثلا كنا عم نحكي عن عرض رح يجي هلا ب 22 الشهر. عداك عن المهرجانات اللي يعني طول السنة. عن المهرجانات مزبوط. فعنا عرض ب 22 الشهر لهادي زكار اسمه يا عمري، وحاليا عم نعمل عروض للأطفال بالزرقاء. وهذا عدا عن التدريب المحلي اللي بنوفره للأردنيين المبتدئين واللي بحبوا يركزوا على هذا المجال. ننتقل لمحترف الشرق المتوسط طبعا. للأفلام هلأ عنا إحنا برامج إقليمية بالنسبة بالإضافة للبرامج المحلية اللي علاقة بالتدريب، بالتدريب الإقليمي اللي هو لا يقتصر فقط على صناع الأفلام بالأردن ولكن في الإقليم. حلو. فمحترف الشرق المتوسط للأفلام بيفتح الأبواب لصناع الأفلام بالوطن العربي بالمنطقة. حلو. وبفوتوا بتنافس. بيتم اختيار هاي السنة اخترنا 6 فرق. هلأ من أهم شروط محترف الشرق المتوسط للأفلام إنه يتقدموا كفريق من مخرج ومنتج. وكمان بيكونوا في طريقهم نحو الاحتراف، يعني ما بيكونوا مبتدئين، بيكونوا عندهم تجربة سابقة. إما بشورت فيلم، بفيلم قصير أو بفيلم روائي طويل. يعني ممكن يكون عم بيقدموا بفيلمهم الروائي الأول يعني أو الثاني. هي ليست ورشة عمل للمبتدئين، هي تقدم للأشخاص اللي عندهم خبرة في صناعة الأفلام. بالضبط. شو رأيك يا عريب ناخد فكرة من خلال فيلم اللي أنت جايبتيه؟ هو فيلم بيوضح كتير عن هذا المحترف. خلينا نشوفه مع بعض ونرجع لك إن شاء الله نكمل حوارنا. محترف الشرق المتوسط للأفلام هو برنامج تدريبي بتفتحه الهيئة الملكية للأفلام لصناع الأفلام بالعالم العربي. هلأ من أهم شروط محترف الشرق المتوسط للأفلام إنه يتقدم صناع الأفلام كفريق مكون من مخرج ومنتج عم بيشتغلوا على فيلمهم الروائي الطويل الأول أو الثاني. فبيكون الفريق مش فريق هاوي ولكن فريق في طريقه نحو الاحتراف. طبعا محترف الشرق المتوسط للأفلام في دورة الرابعة كان بدعم من مؤسسة عبد الحميد شومان. Mad Film Factory is very important because it's a very pragmatic training program. It's not at all theoretical. We start from the scripts the directors wrote and that we have selected, and it also strengthened the relationship between the producer and the director. Directors in Middle East need to speak about their history, their modern history, and as they are not doing documentaries, they need to find the way to talk about it in fiction without being a documentarist. So it's story of characters before stories of a history. I find it interesting, even exciting, to work on Mad Film Factory because it gives me a direct sense of an exciting new generation of filmmakers coming through from the Arab world. And this is a very important time to hear the voices.
بالميد فيلم فاكتوري السكريبت نفسه قدرنا نعدله على اساس نعرف نقدمه للسوق، لنعرف نوجه لمين احنا قاعدين بنحاول نوصل بالسكريبت تبعنا. لما دخلت على الهيئه الملكيه للافلام اكتشفت انه احنا يعني حتى لو كان عندك قصة روعة تحتاج العناصر المهمة للقصة، والهيئة هي اللي ساعدتنا نلقي هاي العناصر المهمة وتحول هاي السكريبت إلى great film. أهمية محترف الشرق المتوسط للأفلام هو أنه بيعطي فرصة للمخرجين والمنتجين العرب أنهم يشتغلوا على مشروعهم في مرحلة التطوير بإشراف وتدريب خبراء عالميين، بنفس الوقت بعطيهم فرصة يخرجوا مشهد من فيلمهم الروائي الطويل ويتعرفوا على ممولين وموزعين للمراحل الجاي، بالإضافة للمشاريع التدريبية اللي بتقومها الهيئة لصناع الأفلام الأردنية. بنركز بنفس الوقت على التدريب للعالم العربي. بالوقت الحالي مهم كتير ينسمع قصصنا، فمهم كتير أن صناع الأفلام العرب توصل الصورة الواضحة من خلال السينما، وهي من أهم وسائل الإعلام. شيء مهم والله يا عريب، يعني بتعرفي صناع الأفلام عندهم هذا الحماس دائما ليتعلموا أكثر. وفي واحد من الشباب بقول لك أنا عندي مرات بكون قصة بس ما بكون عارف كيف أخليها تصير بريقها يزداد أكثر أو تصير أكثر احترافا أكثر، فلهذا أنتوا عم تعملوا هاي الورش. شو طبيعة الورشة؟ شو التخصصات اللي حيكونوا حتكون موجود فيها لتعليم هؤلاء المحترفين إنهم يصيروا أكثر احترافا؟ هلا احنا زي ما حكينا قبل شوي، احنا بنستقبل فريق مكون من مخرج ومنتج، فبنركز على الانتاج، على تسويق الافلام، على البيتشنج او انه كيف انت تقدمي فيلمك امام ممولين او ناس ممكن مهتمين، تعمل فكره البيتشنج اللي تعمل الفكره اللي بتجذب ايوه تجذبي شخص انه فعلا يهتم يساعدك توصلي فيلمك للشاشه. عندنا كتير شيء مهم بمحترف الشرق المتوسط للأفلام، إنه بنساعدهم على سيرة بيتشنج إنهم يعملوا مشهد من فيلمهم الروائي الطويل أو يختصروا زي تريلر من هذا الفيلم الروائي الطويل، بيصوروه من خلال المحترف. بنأمن لهم إحنا طاقم التصوير، بنأمن لهم ممثلين وبنتجوا هذا الفيلم، ومن خلاله بيستخدموه لما يعملوا البيتشنج مثلا تاعهم قدام يعني برضه في فائده لهم، يعني حتى يعني زي ثمره من ثمار التدريب انه هو بيطلع بتريلر للفيلم تبعه كمان. بالضبط. هلا نعم. بالاضافه الى ذلك عندنا خبراء بالنص نفسه، زي ما قلتي صانع الفيلم بيكون عنده الفكره والنص مثلا جاهز، احنا بهذا المحترف او بمشاريعنا الاقليميه بنطلب انه النص يكون جاهز على اساس نساعده يزيد من بريق هذا الفيلم زي ما قلتي، او يعزز من الرساله انها تكون اقوى واوضح وتجذب اكثر المشاهدين. في يعني واضح انه في اجانب، طاقم من الاجانب والعرب يعني كمدربين. بالضبط. في اسماء معينه في دول معينه، تخصصات معينه عريب موجوده؟ مزبوط. هلا احنا المحترف فقط بيستقبل صناع افلام عرب. نعم. ولكن المدربين بيجوا من كافه انحاء العالم. هلا احنا عندنا قسمين، قسم بنسميهم البيداجوجيكال كوميتي او الهيئه الارشاديه. أوكي. اللي هي بتكون مسؤوله عن المدربين اللي بيجوا للهيئه، بتكون عارفه شو خلفيتهم، قديش هم اقوياء بمجالهم. الهيئة الإرشادية مكونة من درة بوشوشة، رود ستونمان ولينا شعبان، اللي هم صار لهم اسم هلأ في مجال صناعة السينما فعلا. المدربين عنا مدربين زي ما قلنا على البيتشنج، في مدربين على السكريبت والإنتاج، يعني من إيطاليا، من كتابة السيناريو، من إنجلترا، من فرنسا، من يعني من مختلف العالم بيجوا، بالإضافة للعالم العربي طبعا. أنا مدربين من الأردن نفسها ومن دول مجاورة، من دول عربية أخرى. الأستاذ جورج داود مديركم، مدير الهيئة الملكية للأفلام، حكى موضوع كتير مهم بالفيلم، بيقول إنه
مهم انه نحكي قصصنا في العالم العربي بطريقه احترافيه. الافكار كثيره والناس بتحكي عن همومها وعن فرحها وعن كل شيء بهالمنطقه، والاداه السينما اداه مهمه جدا للتوصيل. قد ايه بتحس انه هذا مسؤوليه عليكم بالهيئه انكم تشتغلوا عليه حتى صناع الافلام في الوطن العربي فعلا تصير ادواتهم متمكنه اكثر ويقدروا يطوروا حالهم لحتى يحكوا يعني هموم الوطن العربي بشكل أفضل؟ هلأ هي مسؤولية كبيرة جدا كبيرة. طبعا خصوصا بوقتنا الحالي، لأنه بهمنا توصل صورة اللي عم بيصير هون صح يعني بالوطن العربي. بيجي كتير قصص بتحكي المعاناة الحالية بسبب الظروف اللي عم بمر فيها الوطن العربي، بهمنا أنها توصل بطريقة فعاله والاصوات تنسمع. هذا دور الفن. يعني بتعرفي مرات كثير بنحضر عن ماساه في بلد ما بالاخبار، بس ما بنتاثر قد ما بنقرا عنها بقصيده او بفيلم سينما او بمسلسل تلفزيوني او بقصه او بروايه. هل قد هاي الادوات فعاله اكثر من الاخبار الصحفيه يعني بشكل عام؟ هي اهميه الفن لانها بتعكس وضع يعني المنطقه بالضبط والاشياء اللي بتحصل فيها. عريب يوم الجمعه حتبلشوا؟ يوم الجمعة بـ20 الشهر. لكم يوم حتبقى؟ هي لعشرة أيام. هي ورشة مكثفة لعشرة أيام، خصوصا لأنه عم بنصور زي ما قلت لك بمنتصف المحترف بيكون في أيام للتصوير. فهي زي ما بنقول intensive workshop أو مكثفة. مكثفة. وطويلة. وطويلة. 10 أيام يعني رح يستفيدوا كتير منيح. قد إيه عدد الفرق اللي سجلت حتى الآن؟ عدد الفرق اللي استقبلناهم زي ما قلت لك هي تنافس، بيقدموا كتير من الوطن العربي وبنختار، اخترنا لهي السنة ستة. ست فرق. بحب أنوه إنه إحنا بدعم من عبد الحميد شومان، هذيك هي هم دعموا، عم بدعمونا للسنة الثانية على التوالي. يعطيهم العافية. طبعا عندنا لانه فيجن مشترك او رؤيه مشتركه اللي هي نشر ثقافه بالوطن العربي. ف هذه السنه الثانيه، وهي السنه زدنا فريق، فهي السنه ست فرق جايين من الاردن، من العراق، من مصر، من لبنان، من سوريا، وكمان من السعوديه. أو يعني أنتوا هلأ مشغولين بتودعوا وبتستقبلوا وترتبوا الأمور يعني بالهيئة الملكية للأفلام. الله يعطيكم العافية عريب، وإن شاء الله يا ربي هذا الجهد يثمر بصناعة سينمائية عربية يعني تكون فعلا تعبر عنا بالوطن العربي. وإذا بدي أسألك إنه للسنوات القادمة للي بيسأل يعني إنه كيف ممكن إنهم من هلأ يحضروا حالهم ليكونوا جزء من هذا التدريب بالمستقبل؟ يعني هلأ إذا بنحكي عن الأردن كتير عم نوفر ورش عمل للمهتمين بصناعة السينما بالأردن بغض النظر عن مستواهم بصناعة السينما، في للمبتدئين، في للمتوسط، وفي للأفلام القصيرة والروائية كله. فإحنا بنلاقي التسلسل المنطقي للموضوع انه نبدا بالورش المحليه اللي بتصير بالاردن والمحافظات، وبعدين بنقدم للورش الاقليميه اللي بتقدمها الهيئه الملكيه للافلام. فيضلوا عينهم علينا بالفيسبوك، بالويب سايت، دائما لما بنفتح باب القبول نعلن. يقدموا يعني ما يستحي الواحد من فكرته او من ابدا. الابواب مفتوحه، واحنا ان شاء الله دائما معاكم كمان بنروج لكم لفعالياتكم بشكل مستمر. بتمنى واحد من المدربين الاجانب يكون ضيوفنا، يعني وعدتونا بركي الاسبوع القادم اخذناهم وتعرفنا اكثر على يعني هذا العالم الرائع، عالم السينما من خلالهم. شكرا عريب الزعيتر على وجودك معنا هذا. شكرا، يعطيك الف عافيه. واحنا بعد فاصل قصير بنرجع لكم، دام عندها فقره لها علاقه بالشعر النبطي، خليكم معنا.